عسلامة. عسلامة. السلام عليكم أختي، أنا مواطن تونسي. مرحبا بيك. عايش في تونس، مانيش تونسي أصلي، عايش في تونس نخدم. أي. عندي مشكلة أختي، نحب نفضها. تفضل احكي لنا. أختي أنا مدمن دواء، مدمن ليريكا اللي هما يقولوا لها الصاروخ. الصاروخ أختي. هذه شنو بالضبط؟ هذه كعبة دواء تبيع بخمسة آلاف، الكعبة بثلاثة آلاف أربعة آلاف، ياكلها البشر. هي دواء متاع عظم. تعظم. شو معناها متعظم؟ تعظم متاع مفاصل، متاع وجه، تعظم. ماهيش تاع، هي ماهيش تاع اعصاب، تعظم. فهمتني؟ حتى كي باش تبطلها الموكة نتاعها باش تشدك 21 يوم ويتنح، خاطر هي ماهيش كيف دوية الاعصاب. دوية الاعصاب تكبش فيك للموت، هذه هي اللي تبطلها. تبطلها اختي. انا عندي كبدة 45% تمست من باراسيتامول، واضح شكي. نحب نداوي روحي، تعبت، تعبت امي ياسر، تعبت ما ياسر فوق اللازم، تعبت، تعبت بالحق، راني تعبت، قصيت برشا، حاولت برشا ما نجمتش. انت معني عطيتنا ملخص طول المشكله نتاعك، خلينا نحكي وكيفاش بدا الادمان هذا، مع شكون بدا وعلاش بدا. والله يا اختي عندنا مشاكل كبيره في عائلتنا، عندنا مشاكل كبيره في عائلتنا، حصلوا شيكات كمبيالات فكت لينا دارنا وكذا وحانوتنا. هربت للشيخه، هربت الحاجه هذيك باش تنسيني، باش تكلميني، فهمتني؟ باش تكلميني تنسيني في الوضع اللي انا قاعد عايش فيه. كي مشيت وجربت حصلت، ما عرفتش اول كنت. اول مره تجرب تحصل؟ مش اول هي عجبتني كي جربت، فهمت؟ شنو عجبك فيها؟ عجبتني خاطر تنسيك في كل شيء، تخليك فرحان، طلعك في هرمون السعاده، وتخليك جوك بيه، متخمم في شيء، تخمم كان في شيختك وجازوزتك وماكلتك وجوك بيه على الاخر. فهمتني اختي؟ شنو تاثيراتها السلبيه؟ خايبه. اي خليكش ترقد صح، نوم ما تشوفوش، وجيع في بدنك الكل، مفاصل كل توجع فيك. تنشط؟ تنشط، هي تنشط. هي تنشط، خليكش ترقد، نوم تنسيه. قديش عندك تتعاطى فيها؟ عام ونص، عام ونص، عامين. كل يوم؟ كل يوم. كل يوم. فهمتك؟ حب نداوي روحي. شكون عطاك أول مرة؟ وحدك مشيت هكاكا؟ نشري من الشارع، واحد، هنا راني. ني راني اختي ما يدبرش علي العبيد، خاطرني مانيش صغير وني مخي يوزن بليا. ني راني قداش عمرك؟ عمري 23 سنه، مخي يوزن بليا. خدمت وانا في حياتي ما يخدموش حتى بشر قدك. ايه ني عمري 13 سنه شفت حانوت عطريه واحد. علاش توا بعد عام ونص قررت انك تعالج روحك؟ تعبت يا صاحبي، كبده تمست اخي. لازم واحد ما يمرض بالكبده يتشد شل ولا يموت ولا يتعاق. هي وش تعمل لك؟ راهي تعمل لك هشاشه العظام. راه يا زيني تعبت يا صاحبي، نحب نداوي روحي فيها الف بركه. تعبت يا زيني اختي، نحب نداوي روحي، نحب نتلهى بروحي، نحب نرجع انسان نظيف. وريك تصويرتي كيفاش كنت مخك يحبس يا صاحبي، كنت قدك يا راه. شوف وجهي ضعاف، نحيك بدني مخك يحبس. تو وجهي منافخ خاطرني كنت راقد، راه وجهي منافخ خاطرني كنت راقد. كان جيتك مانيش راقد راهي هكا راه. تعبت سايي، نحب نداوي روحي. مشيت انا رقدت حتى في الرازي باش نداوي روحي، ما عملوا لي شيء، يعطوا فيا في الفاليوم ومسايبين. راني مشيت وحاولت، نحب نقدم ديديكاس لدكتورتي هند اللومي، يرحم والديك مدام، وتعبتك معايا ياسر، تعبتك معايا فوق اللازم، ما لقيتش معايا حتى حال. كيفاش تعبتها؟ داوتني، فلقتني، حكيت معايا، بعثتني جبل الوسط، بعثتني للرازي، ندور نرجع عليك، كي ما نلقاش حالك، ما نلقاش نداوي بها، نرجع لليريك. اليوم خذيتها ولا؟ لا. ما تنجمش انت وحدك هكايا معناها تتخلى عليها الحربوشه هذي؟ حربوشة تسكنكلو ب 12 كعبة، هنيا تعمل لي حربوشة في النهار، تسكنكلو 12 كعبة في النهار يا صاحبي. حربوشة ما تنجمش ترقد، ما تنجمش تحكي مع العباد، ما تنجمش تمشي، ما تنجمش تتحرك، تبدا مكرز، اللي قدامك تكسره. مهم اعطيك تجيب فلوس باش تمشي تاخذ الدواء. النوم الساعة ما تشوفوش، تنسيه النوم، النوم انسيه، باي باي، قول له النوم، ما ترقدش. كنت نحب نداوي روحي. قلت لي وصلت تاخذ بال 12 كعبة. باخذ بال 12 كعبة. ما تخافش، ما خفتش؟ 12 كعبة يعني كيفاش تولي حالتك؟ توليش، ما نعمل حتى شيء، كيف هكاك، كيما تلقيني هكا. ما وصلت عملت حتى موضوع، ما وصلت حياتي كاملة، لا حطيت يدي عم تاع الناس، تسلفت مع عند عباد فلوس صحيح، أما لو عمري حطيت يدي عم تاع الناس، نسلف، أصاحبي يعطيني 50 تو نرجع لك، أصاحبي يعطيني 60 تو نرجع لك، نتسلف ونرجع منه ونخدم ونديباني في روحي، صافا. المهم أنا تو وقتي نحب نبطل، نحب نشوف حل لحياتي من الآخر. الإدمان هذا كيفاش أثر عليك في الوسط العائلي؟ أثرش عليا برشا، فهمتني؟ مشكلة في الوسط العائلي كما أنا كلش
نبدا متغشش على الاخر وما نجمش نحكي معاهم وما نجمش نتصرف معاهم. وميمتي تعبت ياسر، حاولت حاربت حاربت حاربت. يعني في بالهم لي انت مدمن في العائله؟ لا اما تو ما في بالها اللي انا بطلت واني ما بطلتش. في بالها اللي انا بطلت واني ما بطلتش. شنو هو الحاجات الخايبه اللي عملتها وانت ماخو الحربوشه هذي؟ حتى حاجه خير ما تعملش، ما تخليكش تعمر، ماهيش اكواني تخليكش تعمل، بالعكس تكلميك، بالعكس تهشك. يعني ما تخليكش تعمل حاجات خايبه وتكلميك في نفس الوقت عندها تاثير، معناها تنجم تخليك مدمن. بالعكس هي تخليك فرحان وتحكي وفرحان وجوك به مع العباد، تخليكش هكا متغشش وعلى اعصابك وتنطر وتفك وتسق. اما في الادمان منها قوي، يعني ادمانها قوي برشا. قوي برشا 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 ادمانها قوي برشا. يعني ما بين بقيه المخدرات هذه ادمانها قوي. ادمانها قوي صحيح، اما ما تخليكش لا تسرق لا تخطف لا تبراكي لا تغشش، بالعكس تخليك فرحان، طلعك في هرمون السعاده راهي. قلت هرمون السعاده طلعوك. اما انت توصل تاخذ بال 12 كعبه في النهار. خاطر علاش ناخذ بال 12 كعبه؟ بديت ناكل في ثلاثه، ثلاثه ما عادش يعملوا شاي، تعدت تاكل لخمسه، خمسه ما عادش يعملوا شاي. معناها مفعولها ما عادش ياثر فيك. بالمده انت بتبيعتها كل يوم تاكل في خمسه متجمعه، خمسه ما عادش تعمل لك حتى شاي، مش تزيد كعبتين ولا كعبه بعد، تزيد كعبتين ولا كعبه، صرت شهر كامل ناكل في 12 كعب. صرت شهر كامل ناكل في 12 كعبه جو. شهر كامل، شهر كامل ناكل في 12 كعبه جو. واضحش كي؟ تو نحب نداوي روحي. دونك طلباتك مسيو توا تحب شكون يتكفل بالعلاج نتاعك؟ شوفوا لي حل وكا، شوفوا لي حل نحب نداوي روحي. اني تعبت، هاتي هزوني لاي بلاصه تحبوها انتم وهم داووا. واثرت على الكبده؟ كبده تمس. اكيد سنرمال. كبده تمس. الكبده عملت تحليل في الصميم. بعثوني جماعه الرازق والكبده بدات تمس الباراسيتامول. الكبده بدات تمس. كهو ما عادش فيه، ما عادش لعب. تمست معناها كيفاش؟ بدات تمس، بدات تتحرق. خاطر برشا داخله لي، فهمتني؟ بدات تتحرك خاطر برشا داخله لي. هيك هو يزين نحب نحبس. في ألف برك. باش تنصح الشباب المدمن كيفك؟ صعيب عليكم الأولاد، والله. ينجم يتحط في. خيب أقسم بالله، هادي صعيبوا عليكم، ودي راي والله ما توصل حتى شيء. أنا واحد من الناس كنت متكيف في الزطلة، تو عندي أربع شهور ما جيتش في فم. نحب نقصت، نحب نرجع انسان طبيعي، نحب صاحبي في الصباح نمشي نخدم على روحي، نمشي نعمل قيور، نروح نرقد، نرجع نخدم، نلم شويه فلوس، نعاون الدار. يزين يا صاحبي، تعبت كهو في الف بركه، يعني يز كهو كهو كهو. نحب نداوي روحي، نرجع انسان طبيعي. يعني انت انسان توا مستعد للعلاج؟ اي وقت، حتى تو. حتى تو تو، نمشي تو. فهمتك، ما مشيتش حتى مره؟ مشيت للرازي، قلت رقدت في الرازي. ما يعملوا لي شيء، عطفي في الفاليوم كهو، الفاليوم ما عمل لي شيء، مانيش قاعد نرقد، الفاليوم قاعد يرخف في ومانيش قاعد نرقد، هي لو تعطي في الفاليوم انت ممكن تكبش فينا الفاليوم كيفاش باش نحي؟ سيالو الفاليوم ربو نشطح صنا الفاليوم، هي كيفاش باش نحي هنا بقى؟